مساكم الله بالخير. 24/10 تسجيل من ون بلس 5، الحديث عن هواتف 2017. قدم الامور بشكل نقاط، مميزات عيوب، ثلاث مميزات ثلاث عيوب. طبعا في بعض الاجهزه فيها عيوب الدنيا، بس احنا راح نخليهم ثلاثه بثلاثه. بدات السنه بجهاز سوني اكسبيريا زد اكس بريميوم، جهاز ثلاث عيوب: وزن، السماكه، عدم استغلال المساحات، في واجد والله، بس خلوهم ماشي. المميزات: شاشة HDR، والله قاعد أحاول يا جماعة، والله مكتوب عليه سوني، يعني طوفولي الثالثة ما عندي والله. Galaxy S8 مميزات شاشة والكاميرا تجربة سامسونج، العيوب البطارية، عدم تواجد مساحة الروم، ونضيف عليها السعر. LG G6 مميزات شكل نسبي، كاميرا خلفية بس، عيوب: معالج قديم، ذاكرة قديمة، أداء قديم، أقل المستخدمين، سعر متخبط، كل كثير. CU11 مميزات: أداء وكاميرا، مايكروفون. عيوب: شاشة، الوزن، سماكة الخلطة، والبطارية. هواوي P10 بلس مثلا، حسب الصدور يا جماعة أنا قاعد أقدم، هواوي P10 بلس قدم كاميرا ممتازة، قدم عتاد عالي، قدم سعر عادي. عيوب الجهاز: الميكروفون على سناب شات، وتواجد فورس كلوز، بعض التحديثات بطيئة. ون بلس 5 أداء، سعر، كاميرا. عيوب: بشكل منسوخ من آيفون، اليو اس بي 2.0، وصعوبة الحصول عليه. اسنشال فون روم خام وأداء جيد ومصنعية ممتازة. العيوب: الحصول عليه، دعم ضعيف، الكاميرا يعني اوكي، صعوبة الحصول عليه بروم نظيف. شاومي مي 6 أداء، سطوع شاشة وبطارية. العيوب: كاميرا خلفية، ميكروفون على سناب شات، قايد من فوق مكان البصمة، والبطارية. النوت 8 مميزات النظام: قلم وكاميرا وشاشة. عيوب الجهاز: حجم الشاشة. LG V30 شكل وكاميرا وصوت. العيوب: ذاكرة قديمة، بطارية تعبانة، والكاميرا الأمامية. نوكيا 8 سعر، اندرويد خام، أداء جيد. عيوب الجهاز: كاميرا، ولا هم طبلوا لها، هذه المصنعية ما عجبتني بصراحة، الزر صوته تعبان، يعني المصنعية تعبانة بالنسبة لي. مي ميكس 2 شكل، مصنعية، أداء. عيوب الجهاز: الروم صعب، صعب تركب عليه روم عالمي، للحين أنا ما ركبت عليه. شاشة جيدة، مو منافسة للسوبر أمولود. كاميرا أمامية حط عليها ستيك. أونر 9 عتاد مرتاح، سعر جيد، كاميرا جيدة. عيوب الجهاز: نوع الذاكرة الداخلية، سعر في منطقتنا، واستغلال مساحات. يبقى لي هواوي ميت 10 جاري التجربة، جوجل بيكسل 2 XL جاري التجربة، وجهاز ايسوس زين فون برو الجديد جاري التجربة. فاصل. في الهواتف المتوسطة جربت مجموعة، عجبني فقط موتو زي 2 بلاي، هذا المتوسط الوحيد اللي عجبني، وعلى فكرة سعر فلاك يعني. طيب انا راح اقدم لك اللي جاز لي من كل شركة، من سامسونج S8 بلس والنوت 8، من HTC لا شيء، لا شيء، انا اسف يعني انا اعطيتهم فرصة لكن جهاز ما اقدر استخدمه. من LG V30 راح اعطيه فرصة، من سوني لا شيء، من هواوي ممكن الميت 10 والميت 10 برو، طبعا البي 10 بلس لكن يعتبر قديم، والميت 9 برو لكن يعتبر قديم، من ايسوس زين فون 4 برو، من اسنشل لا اسنشل ما عليه يعني، باس ما عليه، انفضوا جهازكم بعدين تعال، من نوكيا 8 يعني يعتبر عادي بس لانه ما عندهم غير افلاق لين 9، من شاوي المي 6 والمي ميكس 2 اذا قدرت تحصل على روم عالمي نسخة 8 رام، من ZTE نوبيا Z17 اذا حصلت روم عالمي، ما اتوقع ما تلقى له لانه لازم يصدر الهند او روسيا، من اوبو R11 يعتبر متوسط، بما ان قلنا R11 نقول لك من شاومي مينو 3، فيفو وميزو ولينوفو عطهم باس ما قدموا شيء،
موتورولا موتو زي 2 فورس كان ما عجبني بعد يعني. هل تقدر تعطيه بار بيكسل 2 بيكسل 2 اكس ال يعني؟ يعني انا غضبان عليها قبل لا توصلني بسبب المأزق اللي سووه وصعوبة الحصول عليها والسعر الفلكي يعني في خلطة مو تمام. وان بلس 5 محترم والله، اني مو مستخسر ولا دينار دفعت عليه، جهاز محترم لا يصلح لمستخدم جديد على اندرويد نبتلش فيه. تركب له نوفا وتركب اضافات نوفا، فجديد على اندرويد لا توهقنا، خذ اس 8 ولا خذ ايفون، خذ ايفون. باخذ فاصل اخير اليوم، عودة أخيرة اليوم، سؤال حول ليش شركات اندرويد ما تستخدم الذاكرة الداخلية من شركة SK الكورية التي تستخدمها أبل وانتو بكرامة. النسخة المستخدمة في آيفون وانتو بكرامة اللي نسخة 256 فقط من نوع NVMe، فقط 256. أقول لك ليش بصراحة، يعني أقول لك اللي بخاطري، بسبب تواجد ناس يشبحون للشركات بأن أنت ما تحتاج أكثر من 64 ذاكرة. فالشركات دام عندهم الكرت هذا، كرت التشبيح على الناس بان انت ما تحتاج اكثر من 64 ذاكره، ليش يزيدون لك الذاكره؟ يبيعون لك 64 عندهم ناس تطبق. يعني عندك ناس عندهم ابواقهم الاعلاميه يقاتلون بالغالي والنفيس للدفاع عن الشركه واخطائها. اربع ارام ولا نزلت 64 ذاكره، استقتال وشتايم ممكن توصل. سبق وذكرت أنا بأن بعد المعالج والرام على طول نوع الذاكرة الداخلية هو المسؤول عن أداء الهاتف، وهذا اللي خلى آيفون 7 وانتو بكرامة بلس ما أدري شنو يحصل عالي بأنتو 2 بسبب سرعة الذاكرة الداخلية. فلا تتوقع أن شركات أندرويد دام عندها جيش جرار من الناس اللي تدافع عن موضوع ال 64 و4 رام بأنك ممكن تحصل على ذاكرة عالية. ما راح عالي، لأن راح يقول لك ما تحتاج 64 في ذاكرة خارجية، حاجة يحتاجون حاجة. وانت تظل هني تسأل ليش الشركات الأخرى عندها ذواكر أسرع، لأن يحتاجون حاجة الليل والنار. لما ينحط سامسونج جالكسي S8 بلس ولا S8 بجانب أقرانهم اللي 6 و 8 رام تلقى تفوق عام في حركة الأصبع. عارفون اختبارات الأصبع وجهة نظري فيها من زمان اختبارات بطيخ، لكن ليش مو قادر يتغلب سامسونج باختبارات الأصبع؟ لأن العتاد ضعيف بالنسبة للمنافسين غالباً. وليس قاعدة الشركات تضبط الذواكر الأعلى على سرعات قراءة وكتابة أسرع، يعني مثلاً ذواكر 256 تكون سرعة القراءة والكتابة فيها أسرع من ذواكر 20 أو 64. إذا توحدت السرعة فالذاكرة الأقل حجماً هي الأسرع. مثل ما أنت عارف أنت حاجة يحتاجون حاجة، خذ كامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.